عز عامر فتاة مكافحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فبتوصل رسالة إلى إن لو عندك مشكلة في حياتك، لو عندك أي عوائق لا يمكن أن تتغلب عليها ويمكن أن تذللها. وبالتالي هي قالت إيه، أنا هدخل يعني في مسابقات ملكة الجمال، وهدخل في مجال عارضة الأزياء، وهدخل في مجال التسويق، يعني كل ده بمثابة تحدي ولإثبات إنه لا توجد عوائق في الحياة، لا توجد حواجز. العائق الوحيد بيكون جواك إنك بتكون عاوز تفشل، أو بيستهويك الفشل، أو إنك كمان يكون عندك عوامل النجاح ولكن أنت مش شايفها، بتكسل، ما بتشتغلش، ما بيبقاش عندك هدف. عزة بتوصل كل هذه الرسائل إنك يمكن أن تنجح في أي مجال. على الرغم مما تعرضت له عزة ابنة محافظة البحيرة في طفولتها جراء جرعة فاسدة من تطعيم شلل الأطفال جعلتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها قاومت وأحبت الحياة لتثبت أن الإعاقة ليست في الجسد ولكن في العقل، فحصلت على لقب ملكة جمال مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت كعارضة أزياء لتقتحم الكثير من المجالات. بدأت قصتي من خدت مصل ضد مرض شلل الأطفال وأنا صغيرة عندي 6 شهور. المصل كان فاسد، وبعد كده عمل لي مرض في الأعصاب. بعد كده عملت عمليات، ممكن اكتر من 30 عملية ولا حاجة. ما مرضتش اقف بقى عند حتة زي دي، او افضل في الأوضة قاعدة لوحدي، او استنى مثلا حد يديني مثلا فلوس عشان اجيب الحاجة اللي انا عايزاها. لا، ما حبيتش كده. كان في مسابقة على الفيسبوك ملكة جمال مصر، أول حاجة كانت برعاية الدكتورة مي البنا سفيرة السلام العالمي. بعت صورتي، قمت لقيت أنا واخدة أكتر لايكات، وبعد كده اتجهت للأزياء، كنت ملكة العرض، اتجهت للتمثيل، بدأت أدور على أدوار. كنت عاوزة أعمل أدوار ملهاش دعوة بالكرسي أصلا، أنا عاوزة أمثل أدوار عادية جدا، الكرسي اصلا ما حدش ياخد باله منه، ياخدوا باله مني انا. الاعاقه بتبقى في الدماغ، مش حاجه. الحاجات دي احنا كلها دي اختلافات جسديه مش اكتر. يعني انت لازم تبقي حاجه كويسه عشان هما لما يشوفوكي في الشارع يقولوا لك لو سمحتي ممكن، زي ما هو بيحصل معايا، لو سمحتي ممكن اقف اتصور معاكي، تبقي حاجه كده لمصر تفتخر بيها.